كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. اليوم سنقوم بالتعرف واكتشاف الغلال والخضروات أهميتها وفوائدها في حياة الإنسان. ماذا يعبر هذا المشهد؟ بستان. بستان. هنا نقوم بزراعة أشجار في بفضل حبوب اللقاح التي جلبتها اما الرياح او الحشرات. قوم احنا قلنا عملية التلقيح اما ان تكون بواسطة النحلة او أو الفراشة أو العصفور. تكون عملية التلقيح هو نقل حبوب اللقاح من الأعضاء التناسلية الذكرية إلى الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تسمح لنا بالتكاثر الجنسي. بالتكاثر الجنسي. أحسنتم. الآن سنقوم بتصنيف الغلال أو الفاكهة إلى أنواع. إلى أنواع. أحسنتم. لديه كل واحد أمامه صورة تمثل نوع من الغلال أو نوع من الخضرة والخضروات. عن الفاكهة ذات النواة. الفاكهة ذات النواة مثل فاكهة ذات النواة مثل المشمش. مثل خوخ. أحسن. كذلك مثل الكرز. عنا كذلك الفاكهة ذات الحمضيات مثل برتقالة إلين أو الليمون. أحسنت إدريس. أو الليمون. كذلك عندنا الفاكهة ذات المكسرات مثل اللوز الفستق. ماذا أيضا؟ جوز الهند. جوز الهند. عندنا الفاكهة الحمراء. الفاكهة حمراء مثل الكرز يا مايا وأنت يا هارون. مثل الفهد فراولة. 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 الفراولة. فراولة. كذلك التوت أو التوت البري من الفاكهة الحمراء. الحمراء من الفواكه الحمراء. حمراء. أحسنتم. كذلك يمكن تصنيف الخضروات إلى أصناف عديدة مختلفة. لدينا الخضروات الورقية مثل خضروات الورقية مثل مثل الخس وأيضا بيرو السبانخ. أحسنت. كذلك الخضروات التي في شكل زهرة. الخضروات المزهرة في شكل زهرة مثل أحسنت يا إما لم أسمع بروكل. وأنت يا مريم كرو. أحسنت. كذلك الخضروات السكرية مثل مثل البطاطا. أحسنت. الخضروات الجذرية مثل الجزر. مثل الجزر. أحسنت. الخضروات الفقاعية مثل البصل والثوم. أحسنت. كذلك الغلال والخضار تمدنا بالعديد من الفي فيتامينات. مثل مثل فيتامين ا فيتامين سي فيتامين د فيتامين ك. أحسنتم. كذلك البوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم الحديد. هذه كلها فوائد تعتبر ضرورية في نمو جسم الإنسان. ضرورية في نمو جسم الإنسان. أحسنت. الآن سأطرح عليكم بعض الأسئلة. السؤال الأول برفع الأصابع.
حين نقوم بزرع الأشجار الفاكهة برفع الأصابع؟ تفضل مهدي. في البستان. أحسن، نقوم بزرع أشجار الفاكهة في البستان. السؤال الثاني، أين نقوم بزراعة الخضار؟ لينا. في حديقة نباتية. أحسن، نقوم بزراعة الخضار في حديقة نباتية. أحسن. السؤال الثالث، ماذا تحتاج النبتة إلى أن تنمو وتكبر برفع الأصابع؟ تفضل دقيق. تحتاج النبتة إلى الشمس والماء والهواء. أحسن دقيق، تحتاج إلى ثلاث حاجات أساسية. السؤال الرابع، ما الفرق بين الغلال والخضار؟ ما الفرق بين الغلال والخضار؟ مهدي. الغلال تحتاج إلى التلقيح. أحسنت. تحتاج إلى التلقيح. أحسنت مهدي، بينما الخضار لا تحتاج إلى عملية التلقيح. أحسنت يا مهدي. السؤال الخامس، هل الفاكهة والخضار هي نفسها خلال أربع مواسم من السنة؟ لا. من برفع الأصابع؟ تفضل يا لينا. هي نفسها؟ لا. ليست نفسها. لكل فصل الخضروات والغلال الخاصة به. أحسنت، لكل فصل الخضروات والغلال الخاصة به. أحسنت يا لينا، لكل فصل غلال وخضروات خاصة به، مثل فصل الآن هو فصل خريف، هناك خضروات وغلال خاصة به، هناك فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، لكل فصل خضروات وغلال خاصة به، لذلك دائما نحمد الله ونشكره على هذه النعم الكثيرة، على هذه النعمة كثيرة. الحمد لله. الحمد لله. والشكر لله. يجب علينا دائما يوميا تناول الخضار والغلال، إما مطبوخة إما مندية. أحسنتم، شكرا. أصبح جسمك قوي بقي لأنني أتناول الأطعمة الصحية وهم أصدقائي. أصدقاؤك ومن هم أصدقاؤك؟ هل أستطيع التعرف عليها؟ نعم بكل سرور، تفضلوا يا أصدقائي. نحن مجموعة الفواكه. أنا البرتقالة، مفيدة للجسم وقوي ويوجد بي فيتامين سي. أنا فراولة، مفيدة للجسم وقوي ويوجد بي فيتامين سي. أنا الطماطم، مفيدة للجسم والدم ويوجد بي فيتامين أ. مجموعة الخضروات. أنا الجزر، مفيدة للجسم وأقوي البصر ويوجد بي فيتامين أ. نحن مجموعة الشكور. أنا اللحم، مفيد للجسم وقوي ويوجد بي بروتينات. أحسن. أنا السمك، أنا مفيد للجسم وقوي يوجد بي حديد. نحن مجموعة الحليب. أنا الحليب، مفيد للجسم وأقوي الأسنان والعظام. أنا الجبن، مفيد للجسم وأقويه ويوجد به كالسيوم. الحمد لله الذي رزقنا بنعم كثيرة. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله.
مشهورة ببساطة، وأنا السيدة البطاطا.